الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. هذا هو مفتتح المجلس 45 من مجالس شرح كتاب نزهة النظر توضيح نخبة الفكر، كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه وأرضاه. وانتهينا فيها إلى كلامه على الصحيحين بعد كلامه على الأسانيد الأصح عند أهل الحديث التي في كل بلد عند أهلها يصححون، أي يقوون إسنادا معينا لأنهم هذا الذي عرفوه في بلدهم، وحدث الكلام عليه في المرتين الماضيتين. ثم كان الكلام في طرفه وآخره عن الصحيحين، وهل أن أصح الأسانيد والأحاديث موجودة في البخاري ومسلم فقط أم في غيره. ثم انتهى الكلام عند المفاضلة بين البخاري أي كصحيح وبين مسلم أي كصحيح، أي بين صحيحي البخاري ومسلم، وأن تقديم المغاربة لهذا الكتاب أي صحيح مسلم على البخاري هو من جهة طريقة التصنيف وليس من جهة قوة الصحة في رجال الأسانيد، أي أن كل رجل في الإسناد مروي يروي الحديث هو الأقوى من رجال البخاري. المفاضلة بين البخاري وبين مسلم من جهة قوة الرواة ومن جهة صحة الأسانيد هذا غير صحيح وغير مقصود عند المغاربة أصلا. المقصود عند المغاربة هو الكلام على أن صحيح مسلم طريقة ترتيبه تناسب كثيرا من الناس في طريقة التناول والاستفادة منه، وهناك آخرون يقول أن طريقة البخاري أفيد للناس كثيرين في التلقي والأخذ أيضا. فهذه وجهات نظر، وليس المقصود من المغاربة عندما قدموا صحيح مسلم على البخاري تقديم صحة، وإنما تقديم موضوع، يعني طريقة تصنيف فقط. وإلا لو أرادوا قضية تقديم مسلم على البخاري من جهة الصحة لكذبهم الواقع، الواقع أصلا لا يوافقهم، لأن الرواة عند البخاري هم الرواة عند مسلم، الأسانيد عند البخاري هي الأسانيد عند مسلم، فما فيش. إنما قضية تقديم صحيح البخاري على مسلم من جهة الصحة لموضوع آخر، وليس موضوع أن الرواة اللي عند البخاري أعلى وأقوى من الرواة اللي عند مسلم أبدا، وإنما لقضية أخرى داخل التصنيف. بمعنى إيه؟ وده هو بداية موضوع اليوم المتعلق بالفرق بين البخاري كصحيح ومسلم كصحيح من جهة كم موضوع يختلف وكم نقطة اختلف فيها تصنيف البخاري عن صحيح عن تصنيف مسلم. أهم النقاط اللي اختلف فيها البخاري عن مسلم في التصنيف هي قضية طريقة وضع الأحاديث في الكتاب. مسلم يضع الأحاديث على طريقة الجمع في مكان واحد، كل الأحاديث، يعني حديث مثلا فليكن الطهور شطر الإيمان له أسانيد كثيرة، هذه الأسانيد الكثيرة البخاري قد يفرقها في الصحيح، في كل باب يأتي بهذا الحديث ليأخذ منه حكما معينا، مسلم يضعه في باب واحد بكل ألفاظه وبكل طرقه وبكل ما له وما عليه. طيب عندما يضع المسلم هذا الأحاديث بكل مجموع طرقه في باب واحد ماذا يفعل؟ يأتي لأصح إسناد في هذا المتن، أصح إسناد لهذا المتن فيضعه أول الباب. هذا المتن الطهور شطر الإيمان قد يكون له 20 إسناد، منها إسنادين أو ثلاثة هي أصح الأسانيد، فيقدمها مسلم أين؟ في أول الباب. ثم مسلم ماذا يفعل في آخر الباب؟ يأتي ببقية الألفاظ التي لهذا الحديث، فقد يكون في بعض الألفاظ، يعني في بعض الأسانيد والروايات لهذا الحديث بعض ألفاظ وأسانيد رواها رجال ليسوا في المقام الأعلى من الصحة والثقة، فتكون بعض الأخطاء في هذه الرواية، فمسلم يأتي ببعض هذه الألفاظ التي رواها أولئك الرواة ليضعها في آخر الباب ليقول لنا قد نبهت بمجموع ما ذكرت في هذا الباب على ألفاظ هذا الحديث من صحيح ومن غير صحيح أحيانا، يعني مش كل الباب يذكر فيه الضعيف، يذكر في بعض الأبواب الضعيف. مسلم طريقته في كتابه كذلك.
ونبه على هذه الطريقة رضي الله عنه في مقدمة الصحيح، مقدمة الكتاب، عمل مقدمة، يعتبر الكتاب الوحيد اللي في الكتب الستة اللي بدأ كتابه بمقدمة. كل الكتب الستة اللي البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه محدش فيهم عمل مقدمة إلا مسلم وضح فيها طريقته. الترمذي عمل مؤخرة، يعني آخر كتابه سنن الترمذي عمل كتاب اسمه العلل الصغير يوضح فيه منهجه في كتابه الترمذي الجامع يعني. وأبو داود عمل رسالة اسمها رسالة أبي داود لأهل مكة منفصلة عن السنن يوضح فيها أيضا منهجه في سننه. فعلى الإجمال في ثلاثة من الكتب الستة عملوا توضيحات لكتبهم، لكن وحيد فقط هو الذي عمل مقدمة لكتابه وهو الإمام مسلم رضي الله عنه، وبين في هذه المقدمة أنه يقدم في أول كل باب أصح الأسانيد. كل باب يبدأ، كل موضوع حديث جديد يقدم أصح إسناد، وأنه يؤخر في آخر الباب أضعف الأسانيد. هو نص على كده. هل هو عمل العملية دي في كل باب؟ لا، مش في كل باب، أبواب كتير عمل فيها كده، وأبواب كتير أيضا لم يفعل فيها ذلك. نأخذ من الكلام ده إيه؟ نأخذ من الكلام ده أن البخاري ما عملش كده. البخاري لا، بيجيب الحديث ده يستنبط منه حكم معين ويعمل عليه ترجمة عنوان، ومش شرط يجيب بقية ألفاظ هذا الحديث في نفس هذا الباب، وخلاص بيعايز المتن ده يستدل بيه على المسألة دي وانتهينا. مسلم لا، جاب المتن ده يجيب تحتيه ألفاظ هذا المتن المختلفة للروايات، ممكن 10-12 إسناد البخاري يجيبه مرة واحدة، وبعدين البخاري يحطه في مكان تاني ممكن بإسناد تاني وبلفظ تاني في باب آخر، وهكذا ممكن يحطه 17 مرة في كتابه بالطريقة دي. الناس في الآخر لما قارنت بين البخاري ومسلم طلعوا إيه؟ طلعوا إنه مسلم عنده أحاديث ضعيفة، وإن البخاري الأحاديث التي تكلم فيها وأنها ضعيفة قليلة جدا، ومسلم أكثر. فقالوا إيه؟ قالوا البخاري أصح من مسلم. عشان البخاري بيجيب رواه أقوى من رواة مسلم؟ لا، عشان طريقة تصنيف مسلم مبنية على قضية التوضيح للأقوى وللأضعف. فلما جم يعدوا عدد الأحاديث بين الكتابين قالوا طيب عدد الأحاديث الأسانيد اللي بين البخاري ومسلم اللي في كل كتابين، كل واحد لما عدنا أسانيدهم وجدناها 7500 إسناد سواء في البخاري أو سواء في مسلم بالضبط. والتعداد ده موجود فين؟ موجود في الطبعة الحديثة المطبوعة في طبعة المكنز. طبعة المكنز اللي يبص عليها يجد أن فيها التعداد 7500 لمسلم و 7500 للبخاري. طيب العددين زي بعض، مفترض لما نعمل النسب نلاقي الأحاديث الصحيحة قد بعض مثلا، لا وجدنا أن الأحاديث الصحيحة عند البخاري أكثر. طيب يبقى البخاري أصح أو لا؟ أصح من جهة يعني عدد الأحاديث الصحيحة اللي عنده أكثر، ممكن ده كلام واقعي. إن البخاري أصح يعني قوة رجاله التي في الأسانيد أعلى، ده اسمه واقعي ومش واقعي. يعني إيه واقعي ومش واقعي؟ يعني واقعي إنه لما تيجي تقارن الرواة الذين هم رواة ضعفاء عند مسلم بالرواة الموجودين أقوياء عند البخاري، تجد البخاري ما عندوش رواة ضعفاء دول. فالواقع بيقول إيه؟ إن الرواة اللي عند البخاري أقوى بالمقارنة بالضعفاء اللي ذكرهم مسلم في آخر الباب. ومش واقعي لأن البخاري ومسلم ما عملوش منافسة بينهم وسبق على مين اللي يخرج الحديث الأصح في كتابه عشان يكون هو الأكثر عدد في الصحة على غيره، بل كل واحد فيهم عمل تفنن معين في الكتاب يريد أن يصل به إلى مقصد. جاء من بعدهم فبدأوا يعملون الحصريات، فمن الحصريات التي خرجوا بها قالوا والله البخاري طعن عليه مثلا في أكثر الأقوال حوالي 121 إسناد. 121 من كام؟ من 7500، يعني تعتبر نسبة لا تذكر. طيب ولما نشيل من 121 إسناد دول الكلام اللي هو بيسمى زي التلكيك، يعني أي حد شاف أي حاجة مش فاهمها يقول لك ده ضعيف ده مش عارف إيه، نشوف إيه اللي الناس قعدت في الآخر يقولوا لا ده اللي ممكن نتناقش فيه. كم إسناد على البخاري؟ كم حديث؟ لا يتجاوزوا 10 أحاديث من 7500، نسبة لا تذكر. نسبة لما تحب تحققها تجدها أن تقريبا 1.5 في 1000. 1.5 في 1000 ده عمل معجز، أن بشر في الآخر يبقى بعد ما احنا
بننتقد عليه طلعنا له الرقم ده. طيب وبعدين يأتي الإمام مسلم في كم العدد؟ العدد يصل إلى حوالي 250. طيب 250 مسلم يعني كان غفل فمش عارف الروايات؟ لا، مسلم ما غفلش ومش عارف الروايات، مسلم خرج هذه الأحاديث قاصدا. ليه؟ لأنه قال كده، قال سأقدم أول الباب الأصح إسنادا وأؤخر في آخر الباب الأضعف. ليه؟ إيه مقصده؟ للتنبيه. تنبيه مين؟ لأنه في أول الكتاب عمل المقدمة، بيّن أن هذا الكتاب عمله بعد أن طلب منه طلبة العلم أن يضع لهم كتابا يجمع فيه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هو عمله بغرض أنه عايز يجمع لهم الأحاديث في باب واحد. قالوا له إحنا دلوقتي الأسانيد، الحديث ده ليه أسانيد كتير، حديث الواحد إحنا عايزينك تجمعهم لنا في مكان واحد. قال لهم ماشي. فراح عمل إيه؟ عمل باب، ومحطش بعديها باب الصلاة في الخف مثلا، أو باب الوضوء بعد نقض الوضوء، أو باب ماذا يفعل إذا رعف في صلاته، باب الصلاة في النعلين، باب ما عملش كلمة دي اسمها الترجمة، دي البخاري عملها. لكن المسلم عشان وعايز كان مقصود من كتابه سرد للأحاديث وجمعها لطلبة العلم وليس لعموم الناس. فراح عمل باب وحط تحتيه الأحاديث ذات الموضوع، لكن ما يكتبش الموضوع فوق، وينزل بالأحاديث يكتب الأصح فالأصح حتى يصل إلى الأضعف، عشان بيجمع لطالب العلم الأصح والأضعف في باب واحد، وطالب العلم فهم. فيأتي من لا يفهم فيحتج بحديث في آخر الباب لمسلم، فيرد عليه الآخر يقول له هذا ضعيف، وبعدين واحد تاني يقول له مسلم بيخرج الأحاديث الضعيفة، ويجي واحد تالت يقول له مسلم أضعف من البخاري. كل ده كلام مش صح. هو مسلم عمل الكتاب ده لأهل العلم مش لعوام الناس، ولذلك من يقرأ فيه هم أهل العلم، لأنهم يعرفون ما يأخذون منه وما يتركون. طب والبخاري؟ البخاري لا، تصنيفه بطريقة تانية، هو مصنفه على طريقة الفقه، الأبواب الفقهية بيسموها التراجم، حديث هطلع منه معنى وحكم وحط المعنى والحكم ده في الترجمة، يعني في العنوان اكتب باب كذا، باب إذا خلع عليه يعيد الوضوء مثلا. البخاري بيعمل استنباط من الحديث فيعمل الكلام ده، فيخرج في في تحت الباب ايه؟ يخرج تحت الباب الحديث الذي يريد ان يحتج به كقوة. مسلم لا، يخرج في الباب الحديث الذي يريد ان يحتج به والذي لا يريد ان يحتج به. فلما اجي انا اعمل مقارنة بين البخاري ومسلم بعد ما عرفت انهم مختلفين في المقاصد وطريقة التصنيف، واقول البخاري اصح من مسلم، ده مش منصف، لأنهم مش متحدين في المقصد والهدف. هم عايزين كل واحد فيهم يعمل مقصد وهدف، هم اشتركوا في شيء اسمه إخراج صحيح، لكن طريقة إخراج الصحيح ما اشتركوش فيها، وذلك المقارنة غير عادلة. فلا نقول إن البخاري أصح من مسلم، لأن ليس مقصود الكتابين هو عمل المنافسة وعمل التقييم. ثم يأتي فرق آخر بين البخاري ومسلم، وهو اختصار النص. البخاري قد يختصر النص أحيانا في الباب، يذكر الباب ثم يختصر من الحديث شيئا. ليه؟ لأنه يريد أن يأخذ من الحديث حكما معينا للترجمة. يعني هو عنده باب متعلق بالوضوء، الإنسان يتوضأ لو كان لابس عمامة أنه يمسح على العمامة، فيذكر شيء معين من الحديث فيه قضية المسح على العمامة ليستدل به، ويكون الحديث فيه طول بعد ذلك بعد قضية العمامة، فلا يخرج بقية الحديث. وبعدين يأتي في باب ثاني البخاري يخرج الحديث كله كامل، لكن في هذا الموطن يخرج هذا المقطع فقط بالإسناد أيضا، فده بيسموه الاختصار. البخاري من سمة كتابه أنه قد يختصر في بعض الأبواب، لكنه يذكر الحديث كاملا في أبواب أخرى. مسلم أصلا ما عندوش أبواب وأبواب، هو بيذكر الحديث في باب واحد، فبيذكره على تمام لفظه
ويذكر كل اختلافات ألفاظه وأسانيده تحته في الباب نفسه. ولذلك اللي بيحب يجمع الأسانيد ويعمل قضية الفرز والاعتبار وينظم القضية الإسنادية ويشوف إيه الفروقات بين الأسانيد، يبدأ بإيه؟ يبدأ بصحيح مسلم، يفتح الحديث حيلاقي له جايب له كل الأسانيد وكل الأشياء، فحيلاقي كل حاجة تمام. لكن لو بدأ بالكتب الأخرى حيلاقي الأسانيد مفرقة في الأبواب، مسلم يجمع حاله في باب واحد. ولذلك قضية الاختصار البخاري دي البعضهم شنع بها على البخاري أن مسلم أكثر دقة في الألفاظ من البخاري، وده مش صحيح. البخاري ومسلم هما الاثنين دقيقين في اللفظ والنقل، لأن البخاري بينقل اللفظ كاملا في باب وبعد ذلك يختصر في أبواب أخرى من هذا اللفظ، إذن هو دقيق في النقل نصي، لكنه يذكره كاملا في موطن ثم يجتزئ منه، اسمه يختصر، يجتزئ يعني يأخذ موضع الشاهد بس ويضعه في أبواب أخرى ليستدل به كالفقهاء. مسلم رضي الله عنه لأنه بيذكره في باب واحد ما بيعملش كده، بل مسلم ثبت له في أبوابه أنه يذكر الحديث بالنص كاملا ثم يقول ورواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، ما ذكرش النص هو، وبعدين يأتي بعديه بإسناد يقول ورواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان بنحوه بنحوه بنحوه، يعني في اختلاف في اللفظ قليل يعني قريب منه يعني، وبعدين يذكر حين الإسناد يقول وذكره بألفاظ متقاربة، يعني باللفظ طبعا مسلم ما بيذكرش اللفظ هو أحيانا أو بيذكر بألفاظ متقاربة للأسانيد المختلفة، فهم الاثنين بيعملوا القضية دي. الأمر الثاني اللي بيختلف فيه طريقة تصنيف البخاري ومسلم، أن البخاري بيذكر الحديث للاستنباط ومسلم بيذكر الحديث للسرد. كلمة السرد اللي هي تساوي زي مجالس السماع كده، مجالس سماع الحديث بيتعمل فيها ايه؟ بيفتح الكتب ويبدأ يقرأ الكتاب مثلا سنن أبي داود سردا، سردا يعني قال حدثنا فلان وحدثنا فلان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخلص الحديث اللي بعده حدثنا فلان، ده اسمه السرد. والبخاري يذكر من الحديث استنباطات، فقالوا دي من ميزة مسلم على البخاري أنه بيذكر، يعني دي المغاربة لما ميزوا مسلم على البخاري ذكروا هذه الميزة بالذات، قالوا أنه لم يخلط مع كلام النبي كلام غيره، هم رأيهم كده. لكن أنت لما تشوف أن سيدنا الإمام البخاري بيستنبط من الحديث رضي الله عنه أشياء تفوق الإدراك أحيانا في الاستنباط، فهذه ميزة موجودة في البخاري غير موجودة في مسلم. ولذلك قضية المقارنة لرفع كتاب على كتاب هذا غير صحيح، دائما في الكتب نذكر الميزات لكل كتاب ولا نذكر المقارنات، المقارنات معناها تهوين من شأن كتاب على كتاب، لكن كل كتاب مؤلفه أراد منه غرضا وهدفا، فنذكر الميزة المستفادة من كل كتاب، لكن هي مش معركة نقول لا مسلم أحسن من البخاري، لا البخاري أحسن من مسلم، لا هما الاثنين يعني الله عليم بقدرهم، ومسلم تلميذ للبخاري يقينا ويعرف قدر البخاري ويذعن له ويخضع، ده يقينا. ومسلم يقول عن البخاري أو كما قال الدارقطني والخطيب وغيره لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، يعني لولا البخاري ما كانش مسلم أصلا. ومسلم بيعترف للبخاري وبيرى أنه هو شيخه وأستاذه ويقول له يا أستاذ الأستاذين، يعني لو قال له لو في أساتذة يبقى أنت الأستاذ بتاعه، يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله، يعني يلي بتعرف العلة فين والدواء بتاعها إيه في علله، يعني في الخفايا التي لا يطلع عليها أهل الحديث. فإذا جئنا من جهة المقام في المقارنة بين مسلم والبخاري، لا البخاري كشخص علي القدر رفيع الشأن هو تاج أهل الحديث على الإطلاق وبلا منازع، وبلا منازع ليس في عصره، في كل عصر البخاري تاج أهل الحديث وسيدهم ومقدمهم
وأفهمهم وأعلمهم وأضلعهم، أضلعهم الضليع اللي هو إيه مليان يعني، يقول لك فلان متضلع يعني مليان، وهو أضلعهم بعلوم هذا الفن، لم يسبقه سابق ولم يلحقه لاحق، فهو قد فاق السابق واللاحق. اليوم الخطيب ألف كتاب اسمه السابق واللاحق، ليس المقصود به البخاري يعني، لكن البخاري فاق السابق واللاحق، وكل من أتى بعده كان يقول بأنه ليس كمثله أحد البخاري. وشيوخ البخاري في عصره كانوا يقولون ما رأينا مثله. وعلي بن المديني شيخ أهل الحديث في عصر البخاري اللي هو شيخ البخاري نفسه كان يقول ما رأى البخاري مثل نفسه، البخاري ما شافش بعينه زي نفسه، مش عشان هو متكبر لا، يقصد أنه هو البخاري شاف بعينه شيوخ كتير وعلماء، لكن هو كل اللي شافهم دول مش أحسن منه. يعني شوف شيخه بيقول عليه، يقول إن اللي شافهم البخاري بعينه ليسوا أحسن من البخاري ولا أعلى من البخاري. يقول ابن المديني ما رأى البخاري مثل نفسه، ومهما يكون جلس على علماء لكنه كان أعلم منه رضي الله عنه وأرضاه. من حيث المقارنة فالبخاري قد حسم أمره كشخص، من حيث الصحيح كمقارنة ما بين أن البخاري أصح من مسلم في الأسانيد وفي الرجال، هذا باطل وغير صحيح. من حيث أن كل كتاب له ميزة وله فضيلة خاصة به، ده صحيح، ولكن العيب، كل العيب هي المقارنة بين الكتب لرفع كتاب على كتاب. ومثل ذلك ما يفعله الكثيرون من الاتيان ب سنن أبي داود أو سنن الترمذي ويقارونها بالبخاري أو بمسلم، ويقولون البخاري ومسلم فيه صحيح أكثر، معنى الكتابين دول فيهم ضعيف أكثر، معنى الكتابين دول ما ينفعوش، أو البخاري ومسلم أفضل. كل كتاب له منهج وله هدف وله مقصد وله ميزة لا توجد في غيره، وما فيش كتاب يغني عن كتاب. طالب العلم لا يستغني بكتاب عن كتاب أبدا، إلا لو كان عنده ضيق عطن. كلمة ضيق عطن دي كلمة تراثية يعني، بيكلموا يعني ضيق عطن يعني نفسه ما بتقبلش العلماء، ما بتقبلش لرأيه، هو شايف نفسه ان هذا متعصب يعني، بيحب فلان الفلاني ده، فخلاص هو وكتبه وهم ده الصح، والباقيين عنده ضيق عطن يعني ما عندوش ساعة صدر، مش منفتح على الناس كلها وعلى الثقافات كلها وعلى العلماء كلهم وعلى الكتب كلها. وأعلم الناس أعلمهم بالناس، وأعلم الناس أوصلهم بالعلم، فالعلم رحم بين أهله، وكل ما يتواصل مع العلماء أكثر كل ما تزيد علومه من العلماء. لكن يقتصر كده على واحد وعلى كتاب واحد وعلى مش عارف واحد، مش هياخد إلا شيء واحد، حتى لو كان هذا الشيء هو صحيح البخاري نفسه، مش هتاخد إلا شيء واحد، لأن ياما في الكتب موجود، وياما فرقت العلوم في الصحائف وعند العلماء. البخاري تميز كتابه بالتراجم التي يستنبط منها الأحكام من المتون، مسلم تميز بالسرد للأسانيد وللأحاديث من غير إدخال كلامه في وسطه، فقط يقول باب ليفصل حديث عن حديث ثم يسرد سرد. الإمام مسلم تميز أيضا بأنه هو كتابه ذكر فيه مهمات الشريعة، يعني ما ذكرش فيه، وإن كان ذكر فيه بعض الرقائق، لكنه اهتم بالأحاديث المهمات، وما ذكرش أشياء كثيرة جدا من الدقائق والتفاصيل المنقولة في النقل في الحديث والأثر. فميزات مسلم أنه عبأ الأبواب بالمهمات التي يقصدها الطلاب، لأنه ليس كتاب بيسموه النوادر. في كتب اسمها كتب النوادر تأتيك بالمستظرف والمستملح من كل فن ومن كل معلومة غريبة عجيبة، دي ليها كتب اسمها كتب النوادر، يأتيك بالعجائب، كتب اسمها المعاجم، كتب اسمها المسانيد، تجد أن فيها أشياء كثيرة من هذه النوادر. لكن صحيح مسلم هو عمله لمن؟ عمله لطالب العلم العالم اللي بيدرس وبيدور أبواب الفقه فيها أدلة إيه، فهو بيذكر المهمات ما بيذكرش أي شيء، فيجمع على الإنسان
خاطره في البحث فيأتيه بأصول الأبواب وأصول الأدلة. إن شاء الله المرة القادمة نكمل الكلام على ما يتعلق بأصح الأسانيد وما يتفرع عنه من الكلام على البخاري وعلى مسلم، ومع ذكر المرة القادمة بعض الأمثلة على تصرفات البخاري في صحيحه، قضية المنهج. احنا الآن تكلمنا على بعض الفروق، المرة القادمة نتكلم على قضية المنهج، البخاري كان ايه شروطه في الصحيح، مسلم ايه شروطه في الصحيح، لما يقول لك شرط البخاري وشرط مسلم، وعلى أساس اختلاف الشرطين بدأوا، على أساس اختلاف الشرطين المتوهم عند الناس، لكن هما الشرطين مش مختلفين، لا شرط البخاري ولا شرط مسلم، إلا إذا قلنا المقصود بالشرط المنهجية التي في الكتاب وليس الشروط التي في الأسانيد. الشروط في الأسانيد واحدة عند الكل، عند الكل، عند أبي داود، عند الترمذي، عند البخاري، عند مسلم، لكن شرط الكتاب ده شيء آخر. شرط الكتاب يعني المؤلف ماذا يريد من الكتاب فيضع فيه أي نوعية من الأحاديث، دي اسمها شرط الكتاب. ففرق بين شرط الكتاب وشرط البخاري في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح، شرط مسلم في الحديث الصحيح، شرط الترمذي في الحديث الصحيح، شرط أبو داود في الحديث الصحيح، شروط الأئمة واحدة من جهة الإسناد والصحة وصحة الأسانيد. أما من جهة مناهجهم في الكتب فإنه تختلف شروطهم في الكتب بحسب مقصود كل واحد من التأليف. كل واحد عايز بيألف كتاب وعنده منهج، فتقول إيه؟ ما منهج أبو داود في كتابه؟ ما منهج مسلم في كتابه؟ ده منهج هو عايز إيه من الكتاب، لكن ده مش المنهج، يعني شرطه في الإسناد في القبول والرد. وقد يخرج لك حديث ضعيف، لكن مش معناه أن الحديث الضعيف ده أنه متساهل، زي ما بعضهم وصف الإمام الترمذي بأنه متساهل، حتى وصفه الذهبي بأن الترمذي ضعيف النفس في الحديث، متساهل بيوصفه كده، ودي كلمة قبيحة جدا في حق الإمام الترمذي، غير صحيح الكلام ده. الترمذي ده ربيب البخاري، متربي في حجر البخاري، متربي على السمين والغالي، ومتربي على الصحيح. يعني إيه نفسه ضعيف ونفسه رخو في التصحيح؟ هو في فرق ما بين منهج الترمذي في الكتاب ماذا أراد من كتابه، وفي فرق بين الترمذي بيعرف في الصحيح والضعيف ولا ما يعرفش. هو لو الترمذي ما يعرفش في الصحيح والضعيف مين اللي هيعرف؟ يعني إذا كان تلاميذ البخاري مش هيعرفوا الصحيح والضعيف، هيجي الذهبي هو اللي يعرف الصحيح والضعيف؟ حاشا. لكن هناك خلط ما بين دايما شرط البخاري ومسلم والأئمة كلهم في الحديث الصحيح، وما بين مناهج كل إمام في كتابه. إن شاء الله في المرة القادمة نتكلم على هذا بصورة أوضح، وضرب الأمثلة للمناهج وللأحاديث التي يطلق عليها الشرط. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.